أعزائي المشاهدين، أرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من تعليم يسوع المسيح عظته الشهيرة على الجبل. أنا موجود على جبل الزيتون، الجبل المحبب على قلب الرب يسوع المسيح، وهذا الجبل يطل على البلدة القديمة مدينة أورشليم القدس. في هذه الحلقة رح أتكلم عن الحذر من الأنبياء الكذبة، موضوع جدي، موضوع كتير كتير مهم، فأنا بدعوك إنك تشاهد هذه الحلقة. ابقى معي، سأعود بعد هذا الفاصل. أهلاً أعزائي المشاهدين، مرة تانية بحييكم من جبل الزيتون، وإحنا عم ندرس عظة المسيح على الجبل، واليوم طبعاً راح أقتبس قول المسيح ونتكلم عنه بنعمة الرب. قال يسوع المسيح: احترزوا من الأنبياء الكذبة الذين يأتونكم بثياب الحملان ولكنهم من داخل ذئاب خاطفة. المسيح ما عندوش مسايرة ولا مساومة ولا تهادن على حساب الحق الكتابي. هون بيتكلم عن الذي يأتيكم بالتعاليم الكاذبة لا يمكن إلا أن ينتج بر زائف. خلي بالك، المسيح في العظة على الجبل جعل الشريعة داخلية، سيرة ذاتية من جوا، بيتكلم عن النية، بيتكلم عن القلب، بيتكلم عن الدافع مش عن المظاهر. وهذه واحدة من المظاهر، لكنها مظاهر خطيرة جدا، والأنبياء الكذبة دمرت مجتمعات بأكملها. وعم بحذرنا الرب يسوع المسيح، بحذر، بيقول الكتاب في أنبياء كذبة، في مسحاء كذبة، في معلمين كذبة، في رسل كذبة، وفي تعاليم كاذبة. فكل هذا أحبائي في السياق الحديث إنه نحترز، نحذر وننتبه من هذه الأمور. والرب يسوع بيتكلم بكل بساطة، نتائج أي خدمة من هؤلاء هو الثمر، ببين بالثمر، والثمر طبعا بيكون زائف. هؤلاء المعلمين الكذبة عادة يمجدون أنفسهم وليس الرب. المعلمين الكذبة اللي بيجذبوا وبيلفتوا الانتباه والأنظار إلى شخصياتهم أكثر من الرب، أو بيخلوا الناس يستنتجوا سواء بتواضع مصطنع أو كبرياء أو تزييف إنه يعني يمكن يمدحوهم على حسناتهم وأعمالهم، لكن الوصف اللي وصفه يسوع المسيح ذئاب خاطفة. فهؤلاء الناس المعلمين الكذبة أو الأنبياء الكذبة هم الذين يستغلون الناس استغلال قاسية وعبودية قاسية، ليس للبنيان ولكن للمنفعة الشخصية. هؤلاء المعلمين الكذبة أو الأنبياء الكذبة يعلمون ضد ما هو حق في يسوع المسيح. أحبائي، قال يسوع: أنا هو الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي. في ديانتين، إما أنت في دائرة المسيح أو خارج دائرة المسيح، إما أنت في ديانة الله أو أنت في ديانة اللي مصنوعة من صنع البشر. الله، من فضلك يعني تذكر هذا مهم كتير كتير، الله ما بناقد نفسه. في ديانات سماوية وكتب سماوية إلى آخرها، أنا بتكلم على فكرة بكل احترام وبكل أدب، صدقني، لأنه إذا أنت مخلص مع نفسك وأنا مخلص مع نفسي، لما بتقرأ سيرة حياة الشخص وبتقرأ الكتاب عن هذا الشخص، في فرق. ما فيك تقول كله يعني كلنا واحد
وكل الأديان بتودي على السماء، لا ما فيش إشي من هالشكل. خليك صادق مع نفسك، وهذا ما علمه الرب يسوع المسيح. طب ما هو منشوف الصفات، شو الصفات؟ بيجونا بثياب الحملان. تعرفوا لما بتشوف الكرتون مرات كتير الذئب لما بدي يروح يوكل الغنمة بلبس هيك زي رداء غنمة عشان يخدع الخراف، وهكذا الأنبياء الكذبة يأتون بثياب الحملان، يعني بيظهروا أبرياء أمام الناس، بيظهروا أنهم مسالمون لكنهم رسل كذبة وفعل ماكرون كما يقول الكتاب المقدس. والحقيقة أحبائي هم ليس خراف، هم ذئاب خاطفة، ذئاب وحشة، ذئاب مفترسة، كما قال بولس لقسوس أفسس في أعمال 20: لا تشفق على الرعية، إنها ذئاب خاطفة من الداخل. ابقوا معي، سأواصل حديثي بعد قليل. Jesus gives a very interesting statement at the end of the Sermon on the Mount about how at the final judgment, people will come up and they will say, Jesus, Jesus, didn't we prophesy in your name? Didn't we cast out demons? Didn't we do all these great mighty works of power? And Jesus will say, go away from me. I don't know you. Who are you? And this is a balance within Jesus's teaching. Dramatic, miraculous, healing power, prophecy, those things are legitimate gifts of the Spirit and used by God. But power without heart, power without integrity, power without that interior relationship with God is meaningless. So Jesus concludes the Sermon on the Mount by saying, get your priorities straight. First, you have to embrace the rule of God in your heart. You have to develop your relationship with Him, praying in private, not seeking glory, learning to forgive, learning to trust on God, actively seeking holiness, seeking peace, recognizing your brokenness and letting God restore and supply. And then God may bless you with superlative power, but you'll use it from a place of humility, recognizing that it's God. But power without God's rule in your heart is meaningless. So get your priorities straight. الكتاب المقدس بعلمنا أنه نميز هؤلاء الناس، سواء الأنبياء الكذبة والمسحاء الكذبة والمعلمين الكذبة والرسل الكذبة والتعاليم الكاذبة. المسيحي الحقيقي المؤمن بالرب يسوع المسيح يستطيع أن يميز هذه الأمور. فالكتاب بيعلمنا في رسالة يوحنا الأولى إصحاح 4 الآية الأولى: امتحنوا الأرواح هل هي من الله. في تسالونيكي بيعلمنا أيضاً أن نمتحن كل شيء. فالمسيح الحقيقي والمؤمن هو اللي بيهضم هذه الأشياء وبيفكر وبيحلل، وطبعاً بيدرسها من سياق الحديث مقارنة في كلمة الله، هل تتمشى أم لا تتمشى. هذا مهم جداً من ناحية أولى، يعني موقفنا تجاه الأنبياء الكذبة. شيء تاني أحبائي، الكتاب بعلمنا أنه من ثمارهم تعرفونهم. فإذا ندرس صفات وشخصية النبي، حياته، وخلينا نتعامل مع أهم الأمور في الحياة. كيف اتعامل مع الأطفال؟ كيف اتعامل مع النساء؟ كيف اتعامل مع الناس؟ كيف اتعامل مع الأعداء؟ شو الكريدنشلز؟ شو الكفاءات اللي عنده بتثبت دعوته أنه هي من عند الله وأنه صادق؟ إيه الإمكانيات اللي بيثبت أنه فعلاً نبي؟
فاحنا بنعرف من كلمة الله إنه أي شيء مش مجرد بالأقوال لكن بالفعل. اثبت لي بفعلك، بشهادتك، بحياتك، بشخصيتك، بطبيعتك، بمين أنت. الشيء الثاني أحبائي إنه لازم، طيب هاي الرسالة كيف انتشرت؟ كيف الناس آمنت فيها؟ هل فعلاً آمنت حباً أم إكراهاً؟ هذه الناس صدقت الكلمة لأنه تغيرت حياتها تغييراً جذرياً ولا مجرد فرائض وطقوس من مارسها؟ وهل تتمشى مع روح التعليم من بداية الأيام من آدم إلى يومنا هذا أم تختلف؟ فإحنا بنمتحن الأمور، فبنعرف الأمور من الثمر والريجن الشخص والرسالة. أحباء، المسيح ما بعتش جيش إنه يحتل بلاد، ولا بعت السيف حتى يغير الناس، لكن راحوا التلاميذ وماتوا، ماتوا استشهاداً حبهم للمسيح وإيمانهم وثقتهم إنه شافوا المسيح حي، وهذا ما غيرت العالم قديماً. ما استخدمش سيف ولا جيش، ما فيش إشي اسمه فتوحات، ما فيش إشي اسمه دول مسيحية، في شيء اسمه ملكوت الله. ملكوت الله بيمتد وبيمتشر في كل هذا العالم، وهذا التعليم المسيح في عزته على الجبل. فإذا شو الامتحان؟ من ثمارهم تعرفونهم. طبعا اللي سلوكه مزيف، سلوكه نفسه راح يفضحه من شخصيته ومن حياته ومن رسالته ومن ثمره. هو بيتكلم انه أشجار ردية، هؤلاء هم أصحاب ديانات الكلام الفصيح والمنمق، لكن يخلو إلى القوة والتأثير والفاعلية. إنها ديانة قائين، ديانة ذاتية، يعني أراد إنه يعمل بطريقته الخاص مش بطريقة الرب. تعرف أحبائي، الثمر لا يخدع. يعني أنتوا شايفين شجر زيتون، كل واحد في بلادنا بيعرف إنه هذا شجر زيتون وراح يطلع في الخريف حب زيتون، ثمر زيتون. وهكذا أحبائي، الثمر لا يخدع، من ثمارهم تعرفونهم. طب شو بيعملوا الأنبياء الآخرون؟ مثل ما شفنا الكتاب يحكي عن طريقان، الباب الضيق والباب الواسع. الباب الضيق بيقود إلى طبعاً إلى الحياة الأبدية، والباب الواسع بيقود إلى الطريق الرحب الذي يؤدي إلى الهلاك الأبدي. بيتكلم عن الشجر، شو أنواع الشجر، كل شجرة لازم تخرج ثمر من نوعه بتميز بتعرف. وهكذا أحبائي، الأنبياء الكذبة اللي بيسهلوا الطريق أمام الناس، اعمل ما تريد بعدين صلي وصوم وروح حج سواء بالقدس أو أي مكان آخر والله بيغفر لك مما تقدم أو تأخر. لا أحبائي، ما فيش، الله قدوس ما بينضحك عليه يا جماعة. الله يعني طاهر نقي، بشوف قلبك من جوا. هدول الناس عم بيسهلوا الطريق، وطبعا فساد مالي وفساد أخلاقي. دايما الأنبياء الكذبة مصحوبون بقوة وتبريرات خاصة، سواء تبريرات إلهية اللي هي تبريرات بشرية، يفعل ما يشاء. الكتاب بيقول زوجة واحدة ممكن يتزوج أكثر، الكتاب بيقول إنه المسيح اتصلب، المسيح مات، ممكن يقول رسالة تانية، وهكذا أحبائي. أي ديانة تتبع، ديانة الله أم ديانة من صنع البشر؟ ابقوا معي حتى أعود بعد هذا الفاصل. أحبائي، احترزوا من الأنبياء الكذبة. العهد القديم والعهد الجديد بحذرنا، والرب يسوع تكلم هون مع الفرسيين ومع الناس اللي قتلوا أنبياء كثيرون في هذه المدينة في أورشليم، وكمان أنبياء كذبة كثيرون اتنبأوا في هذه المدينة، ومسحاء كذبة جاءوا يعلنوا أنهم المسيح لكن بطلت يعني دعوتهم لأنها دعوة مزيفة. ولهذا البلد جاء المسيح لكنهم قالوا اصلبه اصلبه.
أحبائي، عجباً الناس بتتبع الناس اللي بتتكلم عن العظمة والقوة والكبرياء، لكن مش عم تتبع الشخص اللي علم عن المسامحة والمحبة والغفران اللي بتودينا إلى الحياة الأبدية. هذا قرار أنت لازم تقرره، فأنت القرار اللي بتصنع اليوم بحتم مصيرك وبحتم أبديتك. فمن تتبع، المخلص أم طريق العالم؟ أنا بصلي اليوم إنه يسوع المسيح يكون المخلص والرب والسيد والملك على حياتك، في اسم الرب يسوع المسيح، آمين.